فرفارة ديال الماء ديال تكساس. الباربيكيو اليوم يا هذه الفيرما اللي كاين الصديق ديالي. اليوم غادي نديرو واحد الباربيكيو ان شاء الله، الدجاج واللحم. ايوا هذاك الخيل الابيض هذا الجيرين، هذا المكسيك، الناس من المكسيك اصلا ساكنين هنايا. هنا من الماعز هنا اليوم راه طاحت الشتا فوالا، الأرض ولات مزيانة. إيوا برد ديال التيم غريبي إن شاء الله، راه تيسخن العواد، راه غرسنا العواد اليوم، داكشي يطلع مزيان إن شاء الله. فوالا العود اللي تنستعملو للعافية هو هذا. هاد اللاكس، هاد اللاكس هادو ريلي يعني مزيانين بزاف، تيشدو العافية. هادي هي روزا، شوفوا هادشي فين وصل. شوف الباربيكيو ديال تكساس سي كوم سا، بروفيشنال تشار غريل. الخليه محلول، هذا اللحم باش يطلع عاوتاني بيان كري. اخ ما تخافش، اذكاك البراد الى ما كحالش بحال هكايا راه ماشي حتى هي هذاك اوليدي. فوالا هذا هو اتاي،
مع الطبيعة يا دي يا عين. فوالا هذا هو سموكت غريل، سموكت ميت، سموكت ريبز. What's going on? واخا واخا انا جاي. شو هذا الشيء كمحمر الحيمات؟ هذاك الشيء تبارك الله زوين. اه؟ هذاك الشيء واعر. اه؟ يا سلام يا سلام. سير. يا سلام يا سلام. معلم ما سيدي ما عندي ما يتسالك. عجبت شي وحده اخرى عاوتاني هذيك اشوف عاد هذيك طحتي فيها يا سيدي شي وحده اخرى من عندي. يرد الدنجال دابا اجا عاد نوريك كيفاش عادي اخويا خاصني الحدا الدجاج شي طبسيل ولا شي حاجه شادين غادي تشوف حتى نحل الكيطار كندخل تي قوي
لا لا دابا باقي ما صطاد باقي ما صطاد بغيت نجر هذه ديال الجهه الاخرى حيت خاصنا ديك العافيه لا باقي شي شويه دابا هذه اللي بغيت ديرنا شوف ها ها هو عزيز كيصايب لينا الزعلوك الدنجال كيشويه ومن غيسالي غيدير ليه لقاء مع نعم سيدي وغادي يصاوب لنا الزعلوك الزعلوك على الطريقه المشويه على العود ها الزعلوك خطير غادي يطلع معكم عادي الجي 5 اي 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 عزيز الطباخ نعم سيدي واش غدير عزيز معكم عاوتاني الطباخ عزيز هو طباخ مغربي فرنسي كيطيب الطبخ الفرنسي كيعطيه صليا اييه واتاي راه هو طيب على العود ساهو ها هو دابا غادي يقلب لينا كلشي عزيز ما شدش ما سدش شويه وبغى يزيد بغى يزيد سميتو اييه دابا داك الشيء غادي هو هذاك تبارك الله اخويا عزيز اييه دابا البلان سديتي اللعيبه باش دابا غادي يصهد داك الشيء وغادي يطيب وغيولي بحال مسلوق مشوي صافي ومن بعد ما كاين طحان بالصحه وراحه الطريقه ديال تكساس كيتشواوكا يعني كتشوي الكبال عزيز بلا ما تحيد لي القشور ديالو هذه هي الطريقه ديال الكبال ديال تكساس اللي كانوا معروفين بها ليزان ديال الامريكان كيتشواوكا كيشوي الكبال بالقشور ديالو اسيدي ما عندي ما يتسالك و تخي عزيز راك ودابا شحال ديال الوقت اخي عزيز باش غادي نشويو الكبال شحال ديال الوقت ياخذ واحد 20 مينيت ايوا واخا سيدي من هنا 20 مينيت غادي نطلعو ليه عاوتاني نشوفو كي ولا ياك يا خويا عزيز بخير كلشي مزيان ويا نشوفو هادشي فين وصل شي كاميرا قرب يطيب اييه السلام عليكم غادي نوريكم هاد الطريقه ديال كيفاش يشويو الكبار في تكساس الطريقه ديال لي زامبي تتشوانيش انت تحطها ديريكت هما بهاد الزغب ديالو هكايا الوقت ديال الطياب تياخد هاديك 30 مينيتس 30 دقيقة باش يطيب من الداخل تيولي فتي رطب وديك الساعة اطحان اييه واخا سيدي نحيد واحد البنجالات راه طاب واخا كبير يمكن تحطها عاوتاني ترى الدموع صافي توحش الوريدة ياك نتسناو واحد شويه ديال الوقت
وانا معك اخي هادي حاضر ناظر ياك اخويا واخا سيدي انا تبارك الله على الميلودي واشنو غدا راكم جايين لا كيقولوا لا واحد انا تخدم جي 5 جي 5 صلاة خير عبد الخالق الله يحفظك ايوا هذا معكم عزيز كلال كبال العب اخويا جي 5 ورا شعل الضو الله يحفظك معكم عزيز من اوستن تكساس ولكن اليوم راه جا لاك هارت وشوينا لي الكبال بالقشور ديالو وجا زوين قال لك تيجي بحال مطلوق وفي نفس الوقت مشوي ما كيجيش قاصح كيجي شيش ايوا اول مره كياكل عزيز كبال على هذه الطريقه هذه ديال الناس ديال لاك هارت اييه نسلم على الناس ديال جي 5 الدراري صحابي كاملين والناس اللي تيعرفوني ومصطفى هو جاي ومصطفى اسلم على الناس ديال الرباط ومصطفى اسلم على الناس ديال جي 5 لا ابدا يلا ها هو عزيز غادي يخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله اوكي الخوت جبنا لكم نهار فوكس طوب ان شاء الله نلقاو لابروشين وان شاء الله عزيز غيبقى يمشي يصيد غيبقى يمشي يصيد في البحر وغادي يبقى يدير لكم فيديوهات زوين ان شاء الله وعزيز ما تنساش تمشي للبحر وتصور عاوتاني يلا الدراري تشوفوا
سيلسيوس.